استقبل وزير البترول طارق الملا وفد شركة هندية مخصصة في مجال الكيماويات، وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية كجزء أصيل من استراتيجية عمله. كما لفت وزير البترول إلى المجهودات المكثفة التي شهدتها السنوات الأخيرة في هذا المجال، والتي تعكس اهتمام القطاع به بشكل أوسع، متمثلة في تشكيل منظومة عمل جديدة لتطبيق استراتيجية الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. شهدت محافظة الغربية أكبر معرض لبيع السلع الغذائية معا ضد الغلاء، والمقام بأرض المعارض بالمنطقة اللوجستية بطنطا. ويهدف المعرض المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الغربية بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق. يشارك بالمعرض 60 شركة عارضة، حيث يضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية. تقوم الدولة بجهود كبيرة لإحياء صناعة الغزل والنسيج عبر سلسلة من مشروعات المناطق الصناعية المؤهلة، ويعد مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى أحد هذه الكيانات التي توفر آلاف فرص العمل الجديدة للشباب. تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لا سيما في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي شهدت إنشاء مجمع الصناعات النسيجية بجوار شركة مصر للغزل والنسيج. ويستهدف المجمع تلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فضلاً عن نقل المصانع الصغيرة من داخل الكتلة السكانية، كما يضم عدداً من الوحدات الصناعية المتنوعة. بنصنع الملابس الداخلية بأنواع كتير وأصناف كتير، بتبدأ من القطن 100% وننتهي بكل الدرجات الليكرا، وبنصنع بقى المنتجات كتير زي نص كم والحمالة والشورت والأطقم الداخلية كاملة والأطقم الدفاية في الشتاء. الحمد لله بنستورد المستلزمات الخام بتاعتنا من بره مصر وبنعيد تشغيلها هنا في مصانعنا، وبعد كده نبدأ نفصل الملابس الداخلية بتاعتنا ونبدأ تاني نصدرها. وعبر العمال داخل الوحدة الصناعية عن سعادتهم بالعمل داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة بعد نقل المصنع من داخل الكتلة السكانية، والتي كانت تسبب لهم الكثير من المشاكل، منها الصعوبة في الوصول إلى العمل في الأوقات المحددة، إلى جانب أن بيئة العمل كانت غير مناسبة. المواصلات متوفرة بجميع أنحاء البلاد اللي معنا في الشغل، كل بلد موفر لها العربيات بتاعتها. بقفل بداية الشورت على المكنة الأوفر، بعد كده بيخش مراحل تانية، يعني الرش الحجر جنب كده بيخش كذا مرحلة. احنا بنبدأ من هنا مرحلتنا من أول الغزل، بنعمله قماش هنا وبنسبغه وبنيجي نشتغل إن شاء الله في القص، وبعدين بيخش مرحلة التشغيل، وبيبدأ مثلا مرحلة بتبدأ مثلا شغال ملابس داخلية. بنشتغل في المنتج اللي هو الداخلي القطن، سواء كان فانيلا أو مسكوم أو حمالة أو شورت، تمام. طبعا احنا لنا الغزول بتاعتنا اللي هي القطن المستورد النظيف، تمام، جودة عالية جدا بالنسبة للغزل. بيخش الأول على مراحل النسيج الدائري تبعنا اللي هو تبع الشركة، ده طبعا بيطلع لنا القطن بتاعنا او الخام بتاعنا، تمام. بنبدا برضو نحطه ندخله المسابغ اللي هي المفروض برضو لينا احنا فيها الوان مميزه والوان معينه اللي احنا بنبدا نشتغل عليها. والى جانب المستهدفات الصناعيه، يسهم مجمع الصناعات النسيجيه بالمحله في توفير بيئه عمل مناسبه وامنه ونظيفه، تساعد على تطوير الانتاج والعمل على حل مختلف المشاكل بصوره جذريه. تحتوي منطقة مرغمة الصناعية بمحافظة الإسكندرية على العديد من مصانع الأدوات الطبية، هذا وقد تم إنشاء مصنع ألفا أوميجا للمستلزمات الصناعية، حيث تقوم الدولة بدعم توفير فرص عمل للشباب. اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات كمرحلة أولى بلغت 13 منطقة صناعية. تلك المناطق الصناعية تشمل أكثر من 4000 مصنع لتسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة. ومن ضمن هذه المناطق
منطقة مرغم الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حيث تشمل كافة المصانع بمختلف الصناعات، وفي مقدمتها مصنع الأدوات الطبية ألفا أوميجا. ابتدينا بسنة 85 ان احنا نستورد اختبارات الحمل ومستلزمات طبية. لما ابتدينا الايام الاخيرة كان لازم التصنيع يشتغل، فابتدينا نسمع عن منطقة مرغم الصناعية، الوحدة دي اسمها الفا اوميدا للخدمات الطبية او للصناعة، مكانها مرغم، منطقة مرغم الصناعية الوحدة رقم 7. احنا عملنا سلسلة مصانع هنا وفي منطقة ميت غمر الصناعية، عملنا مجموعة نكمل بعض. احنا الاول كنا ابتدينا نصنع اختبارات الحمل، كنا بنستورد تقريبا كل حاجه يا دوبك عمليه تجميع. لما ابتدينا ناخد في مرغم هنا المنطقه الصناعيه قريبه من البتروكيماويات، ابتدوا يوفروا لنا الخامات، يوفروا لنا حاجات كتيره بسعر كويس قوي، فابتدينا نفكر ازاي نصنع هنا عشان نوفر عمليه العمله من بره والحاجات دي. هذا المصنع الذي يقوم بتصنيع اختبارات الحمل والتي كانت تستورد من الخارج بالعمله الصعبه، ولكن في تلك المنطقة تقوم الدولة بتوفير الدعم الكامل ليتم تصنيعها محليا، مما يترتب عليه توفير العملة الأجنبية وتشغيل الأيدي العاملة المصرية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف أوبك بلس سيتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت مما يعادل نحو 23% إلى 81.61 دولار للبرميل، بينما تراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58% إلى 76.65 دولار. وارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة لتصل إلى 2.8 دولار للتر، في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.4% لتسجل 2.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نقلت رويترز عن مصادر في أوبك بلس قولها إن التحالف اقترب من التوصل إلى تسوية مع دول إفريقية منتجة للنفط بشأن مستويات الإنتاج في 2024، وذلك بعدما أجبرت الخلافات بشأن مستهدفات إنتاجها التحالف تأجيل اجتماع هام. وكانت مصادر أخرى أكدت أن أنغولا ونيجيريا وهما عضوان في منظمة الدول المنتجة للبترول أوبك تهدفان إلى زيادة حصتيهما من إنتاج النفط.